الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤيا جدتي تظفر شعري في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من رأت في المنام أن جدتها الميتة كانت تقوم بتضفير شعرها في المنام، علامة على الخير القادم لصاحبة الرؤيا تلك الفترة والله أعلم. حلم الفتاة العزباء أن جدتها قامت بتضفير شعرها في المنام، إشارة إلى الرزق الواسع والسعادة القادمة لها تلك الأيام. رؤية جدة المتوفية تظفر شعري في الحلم علامة على حسن الأحوال والرزق القادم لصاحبة الرؤيا. رؤية جدتي تظفر شعري في المنام علامة على الحب الشديد الذي يوجد بينهم تلك الأيام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية أخذ المال من الجدة في المنام علامة على انتهاء الأزمات المالية التي يعاني منها صاحب الرؤيا تلك الفترة والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أن جدتها تعطيها المال في المنام علامة على خطبتها القريبة تلك الأيام. حلم المرأة المتزوجة أنها حصلت على مال من الجدة في المنام دليل على الخير والرزق القريب لها في الحياة. رؤية الجدة تعطي أموال في المنام علامة على المكاسب المادية الكبيرة وانتهاء المشاكل والأزمات والله أعلم. رؤية الشخص أنه يحمل جدته على ظهره في المنام علامة على الخير والرزق الكبير الذي يحصل عليه. رؤية حمل الجدة في المنام علامة على التقرب الشديد بينهم تلك الأيام. رؤية الشخص أنه يحمل جدته في المنام دليل على التقرب من الله تبارك وتعالى وبره بأهله والله أعلم. رؤية الرجل أنه يحمل جدته في المنام دليل على التخلص من الأزمات والمشاكل التي كان يعاني منها الرجل الفترة الماضية. رؤية جنازة جدة المتوفية في المنام علامة على الحالة النفسية السيئة التي يشعر بها صاحب الرؤيا تلك الفترة. رؤية جنازة جدة المتوفية بالمنام تدل على حزن كبير للغاية يعاني منه صاحب الرؤيا خلال هذه الفترة. رؤية جنازة الجدة المتوفية في الحلم علامة على تدهور الأحوال المادية خلال هذه الفترة. من يرى في المنام أنه يسير بجنازة جدته المتوفية في المنام علامة على الاكتئاب والمعاناة التي يعاني منها صاحب الرؤيا تلك الأيام. رؤية المرأة المطلقة أن جدتها كانت عمياء علامة أنها محيطة بأشخاص منافقين في حياتها والله أعلم. رؤية جدتي عمياء في المنام إشارة إلى التصرفات السيئة التي يقوم بها صاحب الرؤيا هذه الفترة والله أعلم. رؤية الجدة عمياء في المنام إشارة إلى تعرض صاحب الرؤيا الفتن الكثيرة والكرب الشديد تلك الأيام والله أعلم. تدل رؤية المرأة المتزوجة أن جدتها كانت عمياء في المنام علامة على مشكلة تعاني منها صاحبة الرؤيا تلك الأيام والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.